كابتن وائل، هبتدي معاك من يعني اعجاب اوسوريو الشديد باوباما في لعبه معينه عملها على الخط في الدقيقه حاجه و90 1-0 للزمالك. تعليقك ايه على الطريقه اللي ابدأ بيها اعجابه بامكانيات اوباما او بتصرفه في لعبه معينه يستخدم فيها مهاراته بشكل يبدو زائد نوعا ما؟ هل انت مع المدرسه دي او الطريقه دي ولا بتشوف ان دي كان غلط؟ مش غلط، هي تسيفة تشجيعية. استغلال ان هو استحوذ على الكرة بشكل كويس. اوكي. بلغة الكرة صاحب الفرقة. ماشي. تمام، الكرة ما اتقطعتش، استغلها وخد فاول. اوكي. مش هو اللي خد فاول، يعني هي بعد ما اتلعبت تاخد فاول بعد. بالظبط. لأنها راحت لحد. تمام؟ طبيعي ان انت لما تكون كسبان وفي اخر الوقت وبتستحوذ وان الكرة ما تقطعش منك وسط أربعة. دي حاجة إيجابية. لازم أسقف له طبعا. لازم أسقف له. لأنه خد فاول. هو ده كده إنجاز؟ هو قال لي إنجاز. يعني انت بتتكلم او انت بتتكلم على الانجاز ولا انا بقول حاجه تشجيعيه؟ انا بتكلم يعني على حاجه يعني هو اشتغل على الجانب النفسي يعني مع انت اللاعب. ابراهيم وانت بتمرن يكتسب اللاعب بتمرن فرقه لعيب عندك لعب كره كويسه مش بتشجعه؟ ما جبناش بقى سيره الانجاز، انت ليه دخلتها في سيره الانجاز؟ هو كان لسه 1-0 ماشي. لا يعني بعد الماتش ما يبقى اشجعه يا سيدي. وانت ما بتشجعش اللعيب داخل الملعب لو عمل كره حلوه؟ بس لسه الماتش ما خلصش. هو ما فرحش ان الماتش خلص. الراجل خد الكوره استحوذ. هل الاستحواذ ده بقى انجاز خلاص في الكوره؟ هو مين اللي قال انجاز؟ انت برضه انت اللي قلبتها انجاز. ده انا بقول تشجيعيه. يعني انا لعبت كوره حلوه، استحوذت، خدت فاول في الدقيقه 91 او 92 في تلت الملعب الاخير بتاع الخصم، طبيعي ان انا اسقف لك برافو واقول لك كويس ان انت استحوذت وسط اربعه وخدت فاول. عطلت الدنيا. ايه غلط؟ مش عادي يعني ده عادي. طب خلاص ده وجهه نظري. انا بقول ان هي حاجه انت تشجيعيه. انت بس من حته تشجيعيه بس انا بس لان حاجه عاديه يعني في الكوره بتحصل. انا مش يعني فاهم. انت شايفها يا كابتن شريف؟ يعني انا مش فاهم برضه. انا مش فاهم برضه. ايوه لا انت شايفها. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا ادي دفعه معنويه اللعيب عندي عمل كوره كويسه؟ لا جبت سيره انجاز ولا جبت سيره ان انا طاير من الفرحه ولا جبت سيره ان طب هل كان الكوره بشكل ايجابي افضل؟ ما ده شكل ايجابي. لا من خلال مثلا ان هو ينقل الكوره ويستحوذ على الكوره من خلال باصات مثلا تكسب بيها وقت فتكسب المباراه. ما هي الكوره كانت ناحيه ايه؟ ناحيه الخط. ماشي. ومخنوق. تمام. كون ان هو يعدي من واحد واثنين وثلاثة واربعة وياخد كمان فاول بعدها. خلاص. طب ما دي حاجة ايجابية. طب دي حاجة ايجابية. حقق المطلوب يعني. لو اتقطعت منه هنا تمام هنا اللي تبقى المشكله. فهو شجعه ان هو عرف يستحوذ عليها وسط اربعه. تشجيع بس. وهو اجاد فيها في الحقيقه. بس خلاص. ايه المشكله؟ رايك يا كابتن شريف هجي لك في السؤال دلوقتي الثاني. رايك في الحته دي بالذات؟ ما فيش. هو استعرض مهاراته الراجل وتم استحواذ الكوره، ما فيش مشكله بالنسبه لي. بس احنا يمكن المشهد ده شفناه قبل كده، كان في مباراه الاهلي والزمالك. وزعق لعب منعم بين الشوطين. مش زعق، عاتب محمد عبد المنعم بين الشوطين تقريبا ووجه له، يعني ان هو بيقول له ان انت ما تستعرضش قدام لعيبتي او حاجه زي كده. نفس الفكره يعني. بس وبدالين سبحان الله يمكن ربنا عاقبه ساعتها وبعدها على طول التعادل اللي حصل يعني. انا شايف لكن انه خرج. في كل الاحوال يعني واحد بيستحوذ على الكوره، ولا انت شايف ان ما كانش ليها لازمه وكان ممكن يستحوذ يكون بشكل ايجابي اكتر بالنسبه للفريق؟ بشكل ايجابي تاني بشكل مختلف عادي يعني.